السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد من قناة الغربي تك. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. في الآونة الأخيرة كثر الحديث وانتشرت التسريبات عن هاتف متوسط الإمكانيات قادم من شركة سامسونج وينتمي إلى سلسلة الإم، وهو جالاكسي إم 22. وإن كنت من عشاق التقنية فأدعوك أخي الكريم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل الإشعارات، ولا تحرمنا من اللايك، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. بالنظر إلى تصميم الهاتف نلاحظ تشابها كبيرا بينه وبين هواتف أخرى من الشركة، والحديث هنا عن الجالاكسي A22 والجالاكسي F22. والاختلاف بينهم يكمن في أن الام 22 يأتي بواجهة خلفية مختلفة تتميز بخطوط مرسومة بشكل أفقي، مما يزيد من مقاومة الهاتف للبصمات. أما الواجهة الأمامية عبارة عن شاشة من نوع سوبر أموليد مقاس 6.4 إنش وللأسف بدقة HD+ مع معدل تحديث 90 هرتز. وفي رأيي الشخصي أفضل الجودة العالية على معدل التحديث العالي. والكاميرا الأمامية عبارة عن قطرة الماء التقليدية وغالبا تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل. أما الكاميرا الخلفية تأتي بأربع عدسات داخل مربع بارز شيئا ما عن ظهر الهاتف، الأساسية منها بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، والأخيرة للعمق هي الأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل. سيعمل الهاتف بمعالج قوي من ميديا تك هيليو G80 80 نوات مدعوما بأربعة جيجا بايت ذاكرة عشوائية، ومساحة التخزين الداخلية تأتي بسعة 128 جيجا بايت مع دعم لمدخل الذاكرة الخارجية. ومن المنتظر أن يأتي الجالاكسي M22 ببطارية كبيرة من الليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعتها 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة تصل إلى 25 واط. وسيكون الهاتف متوفرا بثلاثة ألوان، الأسود والأزرق والأبيض. ومن المتوقع أن يأتي بسعر 285 دولارا أمريكيا، وأراه سعرا مبالغا فيه نظرا إلى الإمكانيات والخصوم. ما رأيك في مواصفات الهاتف وهل يستحق الشراء؟ كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.